السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات سلسلة هتبدأ إن شاء الله في تعليم أو التدريب على نظام البلاك بورد للطلاب. هتبقى سلسلة قصيرة مهش طويلة، فيديوهات قصيرة لتدريب الطلاب والطالبات طبعا على الدخول إلى نظام البلاك بورد اللي هو نظام إدارة التعلم وكيفية استخدامه. مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم النبات بجامعة الإسكندرية طحالب تحديدا، ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. نبدأ على بركة الله إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعلها رياء ولا سمعة، اللهم آمين. بسم الله توكلنا على الله. بنرحب بحضراتكم في المحاضرة دي. زي ما قلت لحضراتكم هتبقى هنتعرف على النظام. طبعا هو العنوان هنا بلاك بورد فور ستودنتس، لأن حد ممكن يسأل هو في بلاك بورد تاني؟ أيوه، هو نفس النظام البلاك بورد، ولكن الواجهة والتعامل مع النظام إذا كان عضو هيئة تدريس هيختلف عنه إذا كان العضو هيئة اللي هيتعامل معاه طالب أو طالبة. التعرف على محتوى الورشة بتاعت النهاردة إن شاء الله ورشة العمل، إن هناخد فيها التدريب كله، وبعد كده بقى ممكن هيبقى من خلال النظام الحي إن شاء الله لايف، يعني تطبيق عملي يعني. محتوى الورشة النهاردة بنتكلم النقط اللي هناخدها الرئيسية وهنغطيها في الورشة: تغيير لغة واجهة الدخول للنظام وطلب الدعم الفني. النقطة الثانية هتكون التعرف على قوائم صفحة المقرر. لما بندخل لصفحة المقرر ازاي القوائم بتكون فين وعبارة عن ايه، وازاي الطالب بيغير اعداداته الشخصية ويقدر يرفع صورة لنفسه الى اخره ويحط بياناته الخاصة على النظام البلاك بورد. النقطة الثالثة بنعمل تواصل. الحقيقة هنقف هنا لحظة، لان انا برضو نقول ان البلاك بورد ده هو عبارة عن ايه هنعرف حالا، لكن هو اساسه هو عملية التواصل. طبعا كلمة التواصل دي احنا بنسمعها كتير عن السوشيال ميديا، الفيسبوك او التويتر او وات ايفر، السناب، مش عارف ايه، البرامج المختلفة الشهيرة، الواتس الى اخر هذه البرامج، السكايب، كل انواع البرامج دي بمختلفها هي مغرض منها تواصل. البلاك بورد الحقيقة تواصل، بس مش تواصل سوشيال، هو تواصل اكاديميك، اكاديمي، تواصل اكاديمي. وطالما اكاديمي لان العمليه التعليميه ما بين الاستاذ والطالب او الاستاذ وزمايله، فهي ده الغرض. ازاي تواصل الطالب مع استاذه والاستاذ مع الطلبه بتوعه والزمايل مع بعض، ازاي بيتواصلوا مع بعض؟ طب ما ممكن يستخدموا اي وسيله تانية؟ لا، الحقيقه نظام البلوك هو نظام معتمد بيبقى للجامعه كلها. معظم الجامعات العالم والدول العربيه بتستخدم نظام البلاك بورد، هو مش مجاني الحقيقه، لا يستخدم الا من خلال داخل نظام الجامعه، غير نظام المودل مثلا اللي هو نظام مجاني. لا، ده نظام مدفوع وليه مميزات كتيرة الحقيقة، وبيكون آمن طبعا في خلال التواصل بتاعه. الوسيلة الأولى من داخل النظام البلاك بورد للتواصل هي المنتدى المقرر ولوحة المناقشات، حاجة كده زي المنتديات اللي موجودة في الشبكة العنكبوتية. بنيجي بنشوف عفوا بنيجي نشوف التواصل الآخر، بيبقى التواصل من خلال رسائل المقرر، دي وسيلة أخرى من التواصل. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ هنعرف حالا لما هنيجي نشوف الفرق ما بين الاتنين. وبنعمل بنشوف بنطلع على اعلانات المقرر، والحقيقه بقى دي هي نوع من التواصل بس في اتجاه واحد، يعني بيبقى عباره عن اعلان من يجي من استاذ المقرر بيعلم الطلبه بشيء معين، وبيبقى في رد فعل من الطلاب زي ما هنشوف حالا دلوقتي. الحاجه الاخيره في الورشه بتاعتنا هي اثراء المقرر بالروابط الخارجيه. طبعا ده ممكن يكون موجود في استاذ مقرر، ممكن لا، لكن طبعا معظم الاساتذه بتفضل تستخدمه. وهو بيحط رابط مثلا لقناه اليوتيوب بتاعته، اذا كان ليه قناه بيحط رابط لقناه اخرى تعليميه مفيده، لفيلم فيديو تعليمي بيثري المقرر او المحاضره او الوحده اللي هو بيشتغل فيها، وهكذا. نبدا مع بعض على بركه الله نشوف اهداف الورشه. امال اللي فات ده كان ايه؟ لا، دي كان محتوى الورشه، ايه اللي موجود جوه الورشه؟ طيب، اهداف الورشه دي هتتلخص في ان كل طالب او طالبه بيبقى في الاخر في نهايه الورشه دي بتبقى قادر او قادره على تغيير لغه الواجهه والدخول الى النظام. اتنين، بيبقى الطالب او الطالبه يقدر يطلب الدعم الفني بتاع الجامعه لاي شيء خاص بالنظام بتاع التعليم الالكتروني اللي هو موقع الجامعه. نمره ثلاثه، النقطه الثالثه التعامل مع قوائم صفحه المقرر وتغيير اعدادات الشخصيه. النقطه الرابعه التواصل مع أستاذ المقرر وزملائه. طبعا
يقصد هنا زملاء الطالب، يبقى الطالب والطالبة قادرة على التواصل مع أستاذ المقرر وزملائه أو زملائها بالمقرر من خلال منتدى المقرر ولوحة المناقشات، أيضا التواصل مع أستاذ المقرر والزملاء بالمقرر من خلال رسائل المقرر، ثم متابعة إعلانات المقرر والتفاعل معها، وأخيرا بيكون متابعة الروابط الخارجية، بتكون متابعة الروابط الخارجية لإثراء المقرر زي ما احنا قلنا. يبقى إذا كأن الطالب في النهاية بعد في نهاية الورشة يقدر يدخل على النظام ويغير الواجهة، اللغة بتاعت الواجهة من اللغة العربية الإنجليزية والعكس، إنه يقدر يطلب الدعم الفني أو تطلب الدعم الفني، نقدر نتعامل مع قوائم صفحة المقرر ونغير الإعدادات الشخصية لكل طالب فينا، وإلى آخر هذه النقاط. إذا اتحققت كده يبقى الورشة نجحت، ويبقى الطالب أو الطالبة قدر إن هو يجتاز هذه الورشة بنجاح ويقدر يطبق ده على الموقع الفعلي. نروح مع بعض نشوف، نبدأ مع بعض كده الخطوات بتاعتنا. بسم الله. الوصول لصفحة النظام البلاك بورد، طب بنوصل له إزاي؟ النقطة دي الحقيقة نتوقف عندها شوية لأنها هتختلف من جامعة إلى أخرى، كل جامعة من الجامعات بتجعل الوصول إلى نظام البلاك بورد في الواجهة بتاعتها، يعني لازم هيبقى الوصول بلا شك من خلال صفحة الجامعة. يبقى أي جامعة من الجامعات الدخول عشان الطالب يوصل للبلاك بورد بيقوم جاي واصل من خلال صفحة الجامعة على الويب سايت أو الشبكة العنكبوتية. طيب الحقيقه معظم الجامعات برضو عملت حاجه لطيفه جدا، باعتبار ان معظم الطلبه والطالبات دلوقتي بيستخدموا السمارت فونز والهواتف الذكيه، فسهلت الموضوع، فطبعا اصبح هناك تطبيقات للبلاك بورد. في الحقيقه ثلاث تطبيقات، في تطبيق منهم مش هنحتاجه اللي هو البلاك بورد كولابوريت اللي هو زي الفصول الافتراضيه، لان اصبح في نظام الالترا الحديث ده هنشوفه بعد كده مش في الورشه بتاعتنا. النظامين التانيين اللي هو النظام البلاك بورد اللي هو الستودنتس، وفي نظام بلاك بورد انستراكتور، دول تطبيقين بينزلوا سواء على الاندرويد او الابل او وات ايفر ايا كان، يعني بحيث ان هو الطالب يقدر ينزل ويستخدم الصفحه او النظام البلاك بورد من على الجوال بتاعه، مش شرط يخش من خلال الكمبيوتر. نشوف مع بعض كده على بركه الله. جامعه القصيم، عشان نوصل دي صفحه جامعه القصيم، وطبعا المفروض كلنا بنوصل لها، لكن ادي العنوان بتاعها بالشكل ده كده، ده الوصول الى صفحه جامعه القصيم. بنوصل لصفحه جامعه القصيم، بنتحرك لاسفل الصفحه، فبنلاقي عندنا بنختار بالنسبه للطالب، بيختار الطلاب ان هو هيتحرك كطالب بالشكل ده، ثم ينتقل الى الاسفل هيلاقي الرمز بتاع الكره الارضيه ده اللي هو التعلم الالكتروني. يبقى دي الخطوه الثانيه، يبقى بيوصل لصفحه الجامعه، بيتاكد ان هو هنا مش عند قضايا التدريس ولا الموظفين، فبيضغط هنا ويقوم جاي رايح الخطوه الثانيه، بيذهب الى التعلم الالكتروني ويضغط، فهتكون الشاشه اللي هتطلع له بالشكل ده. طبعا الخطوه ده كده وصل ازاي ندخل للنظام، ازاي نغير واجهه النظام، ده اللي هنشوفه دلوقتي. لما بيضغط على التعلم الالكتروني بيوصل للصفحه دي، الصفحه دي ممكن تفتح باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه زي ما احنا شايفين. هو طبعا هنا مكتوب المفروض يوزر نيم وباسورد ورا الصوره اللي محطوطه، كان المفروض تبقى يسار شويه، فهستاذن حضرتك هنوقف التسجيل وهنحركها. بنوصل للدخول الى نظام واختيار لغه الواجهه، بالضغط على التعلم الالكتروني في صفحه الجامعه او موقع الجامعه بنوصل للصفحه هنا بتاعه بلاك بورد ليرن او الصفحه بتاعه نظام بلاك بورد، ممكن تفتح باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه زي ما احنا شايفين، اللي هو يوزر نيم باسورد فورجيت يور باسورد لوج ان الى اخره. لتغيير الواجهه مجرد ان احنا بنحرك المؤشر بتاع الماوس على رمز الكره الارضيه دي، ثم نختار اللغه العربيه ونضغط، فبتتحول الواجهه الى اللغه العربيه زي ما احنا شايفين. بعد كده بيطلب مننا ادخال كلمه استخدام اسم المستخدم وكلمه المرور. اسم المستخدم هنا بيبقى عبارة عن الرقم الجامعي للطالب، وكلمة المرور هو رقم الهوية، ثم بنضغط على تسجيل الدخول، فبننتقل على طول مباشرة إلى الدخول. طب لا، احنا عايزين قبل ما ندخل على النظام، طب لو حصل مشكلة نطلب الدعم الفني ازاي؟ أهو في نهاية الصفحة، طبعا هنا بيانات الدخول، لكن تحت خالص في نهاية الصفحة في أسفل الصفحة بنلاقي كده في حالة واجهتك مشكلة أو استفسار إلى آخره، هنعمل إيه؟ نضغط على هذا السطر أو هذا الرابط أو الهايبر لينك اللي موجود هنا في الأسفل، بنضغط عليه فبيدخلني أو يوصلني على طلب الدعم الفني، ده مش هتوقف عنده كتير لأن استخدامه سهل. طبعا في الاول بيبقى المفروض عمل اشتراك اللي هو بيدخل الطالب بياناته ويسجل عشان يبقى متسجل في النظام، لما يجي يدخل بعد كده بيعمل ايه؟ بيبتدي ان هو اهو
بيبتدي يكتب اسم المستخدم الخاص بيه والباسورد بتاعته، ممكن يحافظ على نفسه داخل في النظام على طول، ممكن لو نسى كلمة المرور بيضغط من هنا وبيطلب كلمة المرور. كل ده سليم وما فيش اي مشكلة. بيبتدي يكتب بقى، بيرسل الطلب، فبيسأله اذا كنت عضوية تدريس طالب او طالبة، بيضغط على كلمة التالي او متابعة، بيطلب منه بيانات معينة، بيبتدي يدخلها، بيحط اذا كانت المشكلة بتاعته طارئة ممكن تتحل يعني بعد يوم او يومين ما فيش مشكلة، بيكتب رقم جواله وشعبته الى اخر كل هذه البيانات، ثم يكتب هنا في الاسفل تحت الموضوع بتاعه، فبيوصله الرد والتواصل معاه من خلال الطاقم الفني العالي المستوى اللي موجود بالجامعة. طيب، فلنفرض ان الطالب هو داخل نسى كلمه المرور بتاعته، يعمل ايه؟ هنشوف مع بعض. لما بيدخل اسم المستخدم ورقم الهويه نساها، بيضغط هنا في حال نسيان كلمه المرور، بيضغط على الرابط ده، فيبتدي يخش على كلمه المرور، بيلاقي ان هو يعمل ايه، بيلاقي الاسم والبيانات الى اخره، ثم يضغط على كلمه ارسال في الاسفل هنا، فبعد كده بيوصل له ايميل او رساله على الجوال ايا كانت طريقه التواصل، بس غالبا هيكون على الايميل زي ما هيكتبه هنا، ويقول له كلمه مرور، يا اما بيديها له او بيدي له كلمه مرور بديله عشان يدخل ويغير كلمه المرور بتاعته. دلوقتي هنتعرف بقى، خلاص احنا الحمد لله الطالب ما فيش مشكلة بالنسبة لكلمة المرور بتاعته، ما فيش مشكلة في الدعم الفني، فيبتدي على طول هيدخل هيلاقي دي واجهة النظام بتاعته. طبعا بيتعرف ان يلاقي اسمه مكتوب هنا في المكان ده. الزرار ده يا جماعة او الايقونة دي مهمة جدا، دي اللي هي موجودة في اي جهاز كهربائي، هي عبارة عن سيركل يعني دايرة، دايرة كهربائية او دايرة الوصل، لما بنعمل كده قطع فيها يبقى ده باور، باور اون اوف، هنا بنخرج من النظام. يبقى قبل ما نسيب اي جهاز لازم نضغط هنا عشان نخرج من الصفحه بتاعتنا. دي الصفحه اللي موجوده بتاعت اي طالب، بيلاقي المقررات بتاعته مكتوبه هنا عنده، وبيتاكد ان رقم الفصل الدراسي، لان ممكن لو هو في الفصل الثالث او الرابع او المستوى الثامن ممكن يلاقي مستويات ثانيه لسه موجوده، ممكن، لكن غالبا هم بيحذفوها اول باول يعني. فبتلاقي الفصل الدراسي بتاعك وبتلاقي المواد اللي انت بتدرسها. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بتختار اي ماده من المواد اللي انت هتدرسها وبتضغط عليها، فتلاقي نفسك انتقلت الى صفحه المقرر بالشكل ده. ادي صفحه المقرر هنا، ده احد المقررات، بتختلف عن الصفحه اللي قبل. الصفحه اللي قبل اهي فيها المقررات الدراسيه، فيها كذا 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 حاجات مختلفه، انما هنا لا، دي صفحه المقرر، حتى هنلاقي القائمه مختلفه خالص. طب نتعرف مع بعض على صفحه المقرر دي، بتشمل الواجهه او النقطه الرئيسيه هنا اللي هي دي الصفحة الرئيسية المقررة اللي احنا واقفين عندها دلوقتي. ثم اهي الصفحة الرئيسية دي القوائم بتاعتها. امال ايه اللي حصل لكل ده؟ الحقيقة اللي احنا شايفينه ده، دي القوائم لعضو هيئة التدريس. عضو هيئة التدريس احيانا بيخفي بعض هذه الاختيارات عشان يسهل على الطالب، ما يبقاش فيه لخبطة، فبيخش بالشكل ده كده، فبيكون محدد حاجات معينة للطالب، فبيلاقي الصفحة الرئيسية دي اللي احنا واقفين عندها دلوقتي اهي، دي قائمة، دي مش احنا قلنا القوائم الخاصة بالمقرر، ادي القوائم الخاصة بالمقرر، فيها الصفحة الرئيسية، منتدى والمناقشة، لوحة المناقشات، رسائل المقرر، الإعلانات، الروابط الخارجية لإثراء المقرر بالشكل ده كده. نشوف مع بعض المنتدى والمناقشات. الصفحة الرئيسية احنا شفناها خلاص، هنا بقى المنتدى والمناقشات، لما بنضغط عليها بتطلع لنا بالشكل ده. بيهمنا نقول ان لوحة المناقشات بيبقى فيه سطرين مكتوبين عليها او ثلاثة كده عشان يعرف الطالب او الطالبة هي بتاعت ايه، هي وسيله تواصل مع استاذ المقرر والزملاء، اهي تضمن كذا الى اخره، وفي تعليمات اضافيه لو ضغطنا على الرابط ده فبيديني شرح نعمل ايه، نسوي ايه، نخلي ايه الى اخره زياده يعني. طيب المنتدى هنا ممكن يكون منتدى واحد او اكتر، فهو طبعا استاذ المقرر بيكتفي بمنتدى واحد بيسميه ايا كان، اما باسم المقرر يعني مثلا منتدى وظائف الاعضاء، منتدى مجموعه كذا، منتدى شعبه كذا، ايا كان المسمى، وده هنلاقي ان هو رابط يعني ايه، لو ضغطنا عليه هنشوف هيحصل ايه. هنا الشكل بتاع الرساله ممكن يبان كده، ممكن ما يبانش خالص، ممكن تبان سطرين من الرساله، لكن انا عشان حاططها صوره بالشكل ده كده. بيطلع هنا عدد الرسائل اللي تم قراءتها، اللي موجهه، اللي ما اتقرتش الى اخره، بالضغط هنا. ده النوع الاولاني، هناخده بالتفصيل بس قدام شويه في نهايه الورشه. نتعرف على الحاجه الثانيه اللي هي طبعا هنا منتدى المناقشات، ودي منتدى المقرر لو احنا ضغطنا عليه. طيب الحاجه الثانيه رسائل المقرر. هي وسيله تواصل ايضا، الفرق بينهم ايه؟ هنعرف حالا لما ناخد بالتفصيل. برضو كلمتين، وادي الوسيله الاضافيه للتعرف عليها، وادي بنلاقي عندنا كلمه انشاء رساله، وهنا علبه الوارد وتم الارسال. يبقى هنا في ثلاث حاجات، هم واحد اثنين ثلاثه، انما اللي فات ما كانش فيه غير حاجه واحده بس هنا عندنا في المنتدى والمناقشات. دي رسائل المقرر. الاعلانات دي رسائل المقرر اهي بالشكل ده، دول الحاجتين اللي يهمون.
نيجي بعد كده للاعلانات. الاعلانات بتبقى الاستاذ الماده بيبعت اعلان، الاعلان ده ممكن بقى يخص باي شيء زي ما هنشوف دلوقتي، وبيتم النشر بتاريخ كذا الساعه كذا، كل ده موثق، ومين اللي بعت الاعلان ومحتوى الاعلان الى اخره. نيجي للحاجه الاخيره اللي هي قناه مواد اثرائيه، ممكن تبقى القناه بتاعت استاذ المقرر او اي قنوات خارجيه، فبالضغط عليها بينقل على طول على قناه الخاصه او الفيديو او الرابط او المحاضره او الجامعه الاخرى ايا كان الايه الوضع يعني. نبدا مع بعض على بركه الله نشوف كل بقى خطوه بنعمل بيها ايه. الموقع الرئيسي او الصفحه الرئيسيه اهي. هنا كمان في حاجه زياده كمان اللي هي التعليمات، ضفناها هنا. انا ضفتها الحقيقه بالنسبه للطلبه بتوعي، في ناس بيضيفوها في ناس لا، لكن دي مهمه في ايه؟ التعليمات دي بتبقى خاصه بشركه البلاك بورد نفسها، يعني بالضغط عليها بيوصلنا الى مساعده البلاك بورد ليرن للطلاب، يعني بقى فيها كل الاسئله. لو بقى واحد نسى كلمه المرور بيحصل ايه؟ نسيته كلمه المرور الخاصه بي، البحث عن الواجب الخاص بي او فتحه، ازاي ادور على الواجب وازاي افتحه الى اخره، الاتصال بالمحاضر، التحقق من كذا، ارسال الواجب، التحقق من ارسال الاختبار الى اخر هذه الامور كلها، التفصيلات سواء على اليمين هنا او بالشكل ده كده، وهنا دي الاسئله الشائعة، وطبعا هنا اللغة بتبقى اللغة العربية وفي لغات أخرى إلى آخر هذه الأمور. طيب طبعا بنلاحظ إن هنا في زي اتفاق ما بين الشركة وبين الطالب إنه ما يطلعش أسرار الشركة، ما يطلعش، ما يديش اليوزر نيم الباسورد لحد، طبعا ده أمر مفروغ منه، فبيدوس وافق وبيبتدي يشوف مع التعليمات بتاعته. نرجع للقائمة الرئيسية بتاعتنا أهي، إزاي بقى الطالب بالوصول للإعدادات وتغيير المعلومات الشخصية. أهو بنروح جنب الاسم بنضغط على السهم المثلث الصغير ده، فبتطلع علينا قائمة بالشكل ده كده، ثم نذهب إلى كلمة المعلومات الشخصية ونضغط عليها فتودينا للصفحة دي. المعلومات الشخصية هنلاقي فيها كل اللي عندنا ده، اللي هو تحرير المعلومات الشخصية، يعني إيه؟ أدي السطر مكتوب أهو، تغيير كلمة المرور، تخصيص الإعدادات، رفع الصورة، تغيير الإعدادات الشخصية إلى آخره، تعيين خيارات الخصوصية إلى آخر هذه الأمور، ومش هنتوقف عندها كتير لأن الاستعمال بتاعها بيبقى سهل للغاية والطالب ممكن يشتغل، لكن احنا هنركز على الحاجات اللي بتدينا تعامل مباشر من خلال المقرر، لكن دي خاصة بالطالب نفسه يعني. أهو بنروح بقى لأول وسيلة تواصل اللي هي المنتدى ولوحة المناقشات. إيه اللي هيحصل فيها؟ أهو ادي المنتدى ولوحه المناقشات، هنشوف بقى استخدامها ازاي. بنضغط عليها ثم نضغط على اسم المنتدى في الصفحه دي اللي هتطلع لنا اهو، برضو سطر عن استخدام المنتدى وتعليمات اضافيه الى اخره. هنا عندنا بقى بيهمنا ايه؟ حاجتين، يا اما بروح انشئ رساله جديده، يعني الطالب حاجه من الاثنين قدامه، يا اما بيروح هو عايز يسال سؤال بغض النظر الرسائل اللي مكتوبه ايه وايه اللي حاصل هنا، ملوش دعوه الناس كاتبين حاجة باعتين حاجة، هو داخل عشان يبعت رسالة أو يبعت استفسار أو يبعت أي شيء عايز يشارك بيه، فعلى طول بيضغط إنشاء سلسلة رسائل، يعني رسالة جديدة، أو إنه عايز يطلع على الرسالة المنشورة فعلا ويشوفها ويشارك فيها. فهنشوف ده هيتم إزاي. أهو ده هنا ضغط على الرسالة، يعني الحالة الأولانية إنه يضغط على رسالة الترحيب دي، فدي الرسالة اللي طلعت له، ممكن تكون رسالة ترحيب أو أي شيء آخر، طب عايز يرد أو عايز يشارك، عايز يرد الترحيب للدكتور بتاعه. هنا في الأسفل خالص هنلاقي إيه اللي موجود تحت أهو، هنلاقي ثلاث أزرار اللي هم دول اللي يهمنا فيهم كلمة إيه؟ الرد. لما بيضغط على كلمة رد هينتقل إلى الشاشة دي، هيلاقي ده محرر نصوص زيه زي الوورد، اللي بيقدر يكتب كتابة الرد أو بيدرك ملف أو بيرفق ملف من الكمبيوتر أو صورة. أهو الثلاثة الصغيرين دول أنا مكبرهم هنا، لو ضغط هنا هيحط فيديو مثلا من اليوتيوب ولا حاجه، هيرفق ملف، هيدخل صوره، هيدخل فيديو الى اخر هذه الامور، لكن دي ما تهمناش، كفايه الكتابه فقط. طب ما ممكن يستعرض جهاز الكمبيوتر ويعمل ارفاق لاي شيء من هنا. طيب يبقى في فرق. ايوه لو هنا ادرج يعني حط صوره او شيء هتطلع جوه الرساله هنا مع النص، هتبان على طول. اما لو ارفق من جهاز الكمبيوتر هتبقى زي رابط صغير هايبر لينك كده، لو ضغط عليه الزميل او الاستاذ الماده هينقله، هيفتح له الصفحه بقى، اذا كانت صوره او ملف بي دي اف او ملف وورد، يا اما هيحصل له داونلود والزميل او الدكتور يشوفه، او يفتحه في البراوزر في المستعرض يعني في المتصفح سواء كان الكروم او الفايرفوكس او الى اخره. يبقى لو هنا الحاله دي حط صوره هنا او فيديو هنا هيشتغل على طول من جوه الرساله.
في نفس الصفحة اللي الطلبة هيكونوا فيها في المنتدى، أما هنا لا، فلما يضغط هيفتح في شيء جديد. المهم هيكتب، يقدر يعمل خط تحتيه خط مايل، يغير نوع الفونت أو الخط من هنا، يغير الحجم بتاعه كبير أو صغير، يوسطن، يجي يمين يجي شمال، يعني التعديلات هنا زيها زي الوورد بالظبط. وهنا في الآخر في نهاية أي شيء هيعمله خلاص يعمل إيه؟ هيضغط إرسال. نشوف بقى لو ضغط هنا استعراض الكمبيوتر أهو بالشكل ده، عايز يرفق ملف، فيعمل إيه؟ هيضغط هنا، هيفتح الكمبيوتر بتاعه، يبتدي يختار الملف اللي هو عايزه ويضغط اوبن او دبل كليك نقرتين او يضغط اوبن، هيبتدي الملف يكون ايه؟ هيتم يظهر هنا وهيبقى مرفق الملف بتاعه. طيب اهو طبعا هنا واضح ان في الرد اتكتب هنا، وبعدين بيرفق ملف بحيث ان هو يروح للرد بتاعه بالشكل ده. طيب فلنفرض ان هو بقى هو راجع كده للمنتدى، لما ضغط دي طلعت له بالشكل ده كده، هو بقى عايز يرجع للمنتدى من بره، عايز يعمل رساله، هو لسه هنا جوه فين؟ عايزين نعرف احنا مكاننا واقفين فين؟ نبص هنا يا جماعه، احنا رحنا لوحه المناقشات اللي هي دي. خلاص؟ وبعدين اللي هي فوديتنا لحته اسمها المنتدى لما ضغطنا، وبعدين دخلنا على سلسله المقال اللي هي رساله الترحيب اللي احنا واقفين عندها دلوقتي، وردينا وعملنا ردود الى اخره. طب انا عايز ارجع تاني، يبقى عايز اضغط هنا. اهو. اضغط على دي يرجعني اهو، يبقى انا كده واقف فين؟ في المنتدى والمناقشات. ادي الرساله اللي انا كنت فيها من شويه وعملنا رد عليها، عشان ابتدي اجرب بقى انشاء رساله، ايه اللي هيحصل؟ اهو انا هنشئ رساله جديده، مش هرد على حد، لا ده انا عايز ابعت الطلب. ما احنا قلنا هنا يا انشاء رساله يا رد، انا عايز اعمل انشاء رساله. انشاء رساله بقى هيفتح لي بقى الموضوع، كل ما الاقي نجمه بالشكل ده اللي هي البرتقاني دي، معناها المكان ما ينفعش يبقى فاضي، لازم اكتب فيه حاجه. فاكتب بقى مناقشة موضوع كذا، الاستفسار عن كذا إلى آخره، نفس الخطوات اللي فاتت. أكتب اللي أنا عايزه، أقدر أرفق ملف، أكتب صورة، أرفق ملف من جهاز الكمبيوتر زي ما إحنا شرحنا في عملية الرد على الرسالة. بس هنا بتبدأ بقى رسالة كأنها رسالة جديدة من الأول. وفي الآخر بننتهي بالضغط على إرسال، لو ما ظهرتش إرسال يبقى الرسالة بتاعتي مش هتوصل. حفظ مسودة دي يعني إيه؟ الحاجة تفضل موجودة، هرجعها تاني، هضيف عليها حاجة إلى آخره. نروح للحاجة التانية بقى كده، دي منتدى المناقشات، بنروح لرسائل المقرر وهنعرف الفرق بينها وبين المنتدى ولوحة المناقشات. لما اضغط على الرسائل هنا هتوصلني رسائل المقرر، هي عبارة عن وسيلة اتصال نصية آمنة إلى آخره، وأدي التعليمات الإضافية. برضو نفس الشيء، يا إما أقدر أبعت رسالة مباشرة، يا إما أشوف علبة الوارد وتم الإرسال. دي علبة الوارد، الحاجة اللي بتوصلني خلاص كطالب مثلا من استاذي من زمايلي الى اخره، وهنا الحاجات اللي انا بعتها. اللي يهمني هنا انشاء رساله، طبعا دي علبه الوارد والى اخره. اهو بضغط على انشاء رساله، برضو في تعليمات وتعليمات اضافيه. طالما في هنا برتقاني يبقى تشير الى حقل مطلوب، يعني لازم ايه المكان ده ما يتسابش فاضي. طيب هنا بقى هبعت لمين؟ في المنتدى كنت بدخل على المنتدى على طول، المنتدى ده اعتبروه كانه كان صحيفه حائط متعلقه كده، كل واحد معدي يكتب اللي هو عايزه فالناس كلها بتشوف. هنا لا بقى، هنا اقدر احدد اللي انا هكتبه ده هل هيروح للناس كلها. هو مين الناس كلها؟ اللي في المقرر معايا، استاذ المقرر وزمايلي في المقرر، وبالاضافه لواحد او اتنين من مشرفين الجامعه اللي بيشرفوا على الموقع عشان يتاكدوا في سلامه الرسائل، ولو في مشكله بيحلوها ويطبعوا انه مفيش اي خروج على النص خالص. يعني هانتبه الى مين بقى؟ الى اخره. طبعا ممكن ابعت لاستاذ المقرر وابعت نسخه ثانيه لحد ثاني، او ابعت نسخه كربونيه صماء، يعني ابعت نسخه لحد بحيث اللي انا بعت له في الاول ما يعرفش ان انا بعت الرساله دي لحد ثاني الى اخره. ايا كان ده ما يهمناش، المهم هنا الى، وهنا اسم الموضوع، السؤال، استفسار، الى اخره، وهنا النص زي ما اتعودنا. نبتدي نشوف نتعامل معه. هنا بضغط على الى، وبعدين اكتب الموضوع، وبعدين اكتب النص الموضوع الرسالة بتاعتي بقى، يعني هنا راس الموضوع عنوانه ايه، وهنا اللي انا عايزه. لو ضغطنا اهي الى، طلع لي المستطيل ده، هلاقي هنا اسم الدكتور بتاعي واسماء كل زمايلي هنا. انا طبعا شايل بقية الاسماء، المفترض احدد بقى انا عايز مين. لو عايز الدفعة كلها يبقى بحدد هنا واضغط الزرار ده، هيتنقل كل الناس الناحية التانية. بضغط اللي انا بحدد، انما لو واحد بس لا، اضغط الاسم واقوم جاي رايح ضاغط على الزرار ده، هيتنقل للناحية التانية هنا. اهو اتنقل الاسم هنا، يبقى اصبح الاسماء اللي هتبقى موجوده هنا هي الاسماء اللي هتوصلها نسخه من الرساله. عايز ارجع في كلامي تاني، بحدد الاسم واضغط على الزرار العكسي، هيرجع الاسم مكانه هنا. طيب اهو بالشكل ده كده. طيب حددت العنوان بتاعي وهيروح لمين،
ابتدي اكتب بقى اللي انا عايزه هنا، واقدر بقى اضيف خلاص اي حاجه انا عايزها، اللي هو الفونت، الخط، الى اخره، فيديو ما فيديو، كل ده ما يهمناش. لكن هنا ما فيش ارسال من الكمبيوتر، ما فيش حاجه من الكمبيوتر، ده مجرد لوسيله بقى الرسائل المقرر، الغرض منها استفسارات وحاجات قصيره للغايه، كانها زي الايميل كده. انما المنتدى المقرر لا، ده مفتوح بقى للكل، يعني في امكانيات الى اخره. بنخلص الرساله بتاعتي، بضغط على كلمه ارسال، فبتوصل الرساله. الرسائل دي هتوصل فين؟ اهو هتوصل هنا مطرح ما كنا موجودين هنا. يبقى كل واحد هنا هيجي يفتح يلاقي علبه الوارد هنا، وصل له ان في رساله مش مقروءه، يبتدي يضغط على علبه الوارد ويروح يشوف الرسائل ويرد عليها بنفس طريقه المحرر، نفس الطريقه، نفس الطريقه بتاعت المحرر هي هي. طيب هننتقل، يبقى كده شفنا رسائل المقرر. هنشوف الحاجه التاليه الثالثه اللي هي اعلانات المقرر، وقلنا دي بتبقى من طرف واحد، لكن في فيدباك او التغذيه الراجعه او الرد الفعل من الطلاب. فاللي بيحصل الاعلانات اهي، الغرض منها ان الاستاذ الماده بيبلغ، بيعمل ابلاغ، اعلام، اعلان مش اعلام، اعلان، بيعلن الطلاب بتغيير موعد الاختبار او موعد محاضره او مكان المحاضره او التسجيل بموعد نهائي التسليم واجب او نشاط، ايا كان السبب بتاع الاعلان ده الى اخره، او اعلان نتيجه او ما شابه. خلاص بالشكل ده، مش مطلوب من اي حد ان هو بقى يرد على الاعلان، لا ده هي بتعرفه، فالطالب بيروح يسلم الواجب او بيعرف المكان الجديد، فمش مطلوب من الطالب ان هو يرد على الاعلان، لكن الرد بتاعه بيكون فعلي، ان هو بيروح بقى يسارع بتسليم الواجب، ان هو بيجهز نفسه للاختبار، ان هو بيروح موعد المحاضره الجديد، الى اخر هذه الامور. نيجي بقى النظام كده بيكون ايه، انتهينا من الورشه. ده شرح سريع ومبسط للورشه اللي احنا اعطيناها في للطلاب في شطر البنين. فكنا وعدنا ان احنا نعمل الفيديو، وادي الفيديو بالشكل ده كده. اللهم ان كنت اخطات فمن نفسي، وان كنت احسنت فمن الله. والى ان نلتقي في ورشه قادمه، اترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحياتي استاذ دكتور علاء السعيد، اتمنى لكم النجاح والتوفيق الباهر ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.